بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد صلاة تنجينا بها من جميع الأهوال والآفات، تقضي عنا بها جميع الحوائج والرغبات. اللهم فك قيد أسرانا، اللهم ارحم شهداءنا، اللهم تولى ذويهم وأنزل عليهم الصبر واليقين والسكينة. أرحب بكم مشاهدينا في حلقة جديدة من حلقات برنامج مع الريان في الموسم الثالث. بداية أرحب أيضا بزملائي الدائمين في البرنامج الشيخ حامد درغمي، أهلا وسهلا. الشيخ معتز أبو سنين، أهلا وسهلا فيك. إن شاء الله سيكون عنوان هذه الحلقة اليوم أسرى ومسرى. بصراحة القرآن الكريم والمنهج الإسلامي أعطى صورة مشرقة جدا عن معاملة الأسير، وهذا نراه حينما نقرأ الكتب التي تكلمت عن أحكام الأسرى في الإسلام، وما أكثرها من كتب وما أكثرهم من دعاء وعلماء تكلموا عن هذا الموضوع. ولكن الذي يلفت النظر في هذا الموضوع هو أن الموضوع لم يعني يتجاوز فقط مرحلة الرحمة واللطف، بل تعدى إلى موضوع والإنسانية، تعدى إلى موضوع الإيثار، أنني ممكن أن أوثر هذا الأسير على نفسي الذي كان قبل قليل أو قبل دقائق عدوي، ممكن أن أثره على نفسي. هذا ما علمنا إياه النبي صلى الله عليه وسلم في أحاديثه حينما قام استوصوا بهم خيرا، وكان هذا الحديث جامع مانع، يعني يستطيع كل صحابي أن يطبقه كما فهمه من النبي. وكذلك أيضا حينما تكلمت الآيات القرآنية عن موضوع الأسرى. بس شيخ معتز، قبل ما أنتقل لزميلي حامد، سمعنا الآيات اللي تكلمت عن موضوع الأسرى. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ويطعمون الطعام على حبه مسكينا ويتيما وأسيرا. صدق الله العظيم. شيخ حامد، هذا هو ما كنت أقصده لما تكلمت عن موضوع أنه يعني الشيء يعني مش بحب وإيثار، يعني أنا أؤثر هذا الأسير عن نفسي. وكان النبي صلى الله عليه وسلم في كما قال ابن عباس أنه يوصي الصحابة بأن يؤثرهم بالغداء والعشاء. يعني إذا فيه، وأنت بتعرف الوضع الاقتصادي صعب، إذا كان فيه حصة من الأكل كانت توزع لمين؟ للأسير. ليش؟ لأن الإسلام يعني له أبواب واسعة وكلام كثير عن أحكام الأسرى، وكلها فيها لطف ورحمة وإنسانية، بخلاف يعني الأمور التي تنشر عن الإسلام. وسنتكلم إن شاء الله أيضا في هذه الحلقة في محاور عديدة تخص الأسرى، عن الحقبة الزمنية التي كان فيها النبي صلى الله عليه وسلم، 2 هجري تقريبا، كيف كان العالم يعامل الأسرى في هذا الوقت. لكن طبعا كما يعرف الجميع أن المسرى لا ينفك عن الأسرة. شيخ حاتم حامد، فات انك تحكي لنا شوي عن المسرى. صحيح. في البدايه يعني نسال الله سبحانه وتعالى، نحن هينا دخلنا في العشر الاواخر، ام يوسف شيخ معتز، في هذا الشهر الفضيل، نسال الله العظيم في هذه الدقائق النفيسه وبكل لسان حال اخ مشاهد ان يفك الله سبحانه وتعالى قيد اسرانا بالعز والنصر والتمكين. الأسرى والمسرى، مسرى حبيبنا محمد صلى الله عليه وسلم، هما حقيقة غايتان في غايات هذه الأمة. فأقول إحنا أم يوسف باختصار، ربنا سبحانه وتعالى أعطانا طابو في القرآن أن هذه الأرض هي أرض مباركة، أن هذه الأرض لها قدسية مميزة ولها قدسية تختلف عن كل هذا العالم. الله سبحانه وتعالى عندما ينزل القرآن شيخ معتز ويذكر ويبارك سبحانه وتعالى في المسجد الأقصى وما حول المسجد الأقصى، إذا إحنا إن صح التعبير معنا طابوا إلى يوم وقيام الساعة أن هذه هي أرض مباركة. ولكن هنالك رسائل ومضامين يا أم يوسف من كتاب الله. الرسالة الأولى خاصة في سورة الإسراء، الرسالة الأولى أن هذه الأرض، أرض فلسطين والمسجد الأقصى المبارك، لا يقل أهمية عن بيت الله العتيق،
عن الكعبة المشرفة التي يوم من الأيام نظر إليها النبي كما يقول ابن عمر، نظر إليها النبي صلى الله عليه وسلم إلى بيت الله العتيق إلى الكعبة، فيقول ما أعظمك ما أبهاك ما أعظم حرمتك عند الله، إلها مكانة عند النبي صلى الله عليه وسلم عند رب العالمين. ومع ذلك الله سبحانه وتعالى قرنها من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى. هذه الرسالة الأولى. الرسالة الثانية أم يوسف، جعل الله سبحانه وتعالى أرض المصرة هي عاصمة الشرائع السماوية يا شيخ معتز، عاصمة الشرائع السماوية، حتى إنه إحنا نفتخر في هذه الأرض التي نحيا ونعيش عليها. فلا نقول عاصمة الأديان، الدين عند الله واحد، إنما هي عاصمة الشرائع. دلالة ذلك الله سبحانه وتعالى جمع الأنبياء وكان إمامهم محمد صلى الله عليه وسلم، دلالة إنه شيخ معتز هذه هي عاصمة الشرائع السماوية. الرسالة الثالثة أم يوسف، أن هذه الأرض، الأرض المباركة، هي بوابة السماء، بإمكان وبقدرة الله سبحانه وتعالى أن يجعل جبريل يعرج مباشرة من بيت الله الحرام، ولكن لا، حكى يا محمد لا، هنالك باب للسماء، اذهب إلى البيت المقدس، إلى المسجد الأقصى المبارك، فهنالك تخرج، ومن هنالك يكون الحل والخروج. اصلا النبي صلى الله عليه وسلم يا ام يوسف، احنا يعني الاسراء والمعراج كان في شهر رجب قبل شهر ونيف، كانت ايش في ظل ازمه شبيهه في ازمتنا اللي بنحكيها يا شيخ معتز، لما عرج بالنبي صلى الله عليه وسلم، تموت خديجه ويموت عم ابو طالب، يطرد من الطائف، احوال يعني امنيه، احوال سياسيه كانت تحيط بالنبي صلى الله عليه وسلم كظروفنا هذه. فاحنا بنقول اليوم المضمون الثالث انه لا خروج من كل هذه الازمات الا من خلال بوابه السماء من المسجد الاقصى المبارك. هذه الثلاث دلائل ام يوسف التي تجعل مكانه ومزيه المسجد الاقصى ومزيه هذه الارض المباركه، انه لا استقرار في العالم الا اذا استقرت، لا خروج للعالم الا من هذه البوابه. فنسال الله العظيم رب العرش العظيم ان ينزل علينا النصر والتمكين وان يفك كيد اسرانا ومصرانا. الشيخ معتز لما قرأ الآية هاي يعني ويطعمون الطعام على حبه، يعني هون لما تجلت صفة على حبه، هم أصلا يعني مش كانوا شهوة الطعام، كانوا محتاجين للطعام حقيقي، كان احتياج لهم الطعام، مش مثلنا إحنا يعني، كان احتياج حقيقي فيطعموا. صفة الإيثار شيخ حامد، شيخ معتز، هي دوب الواحد يعملها مع قرايبه واللي بيحبهم. صحيح، فما بالك في عدو، اما مالك في عدو كان أصلا شاهر سلاحه وجاي يقتل. صحيح. فتخيل أنت وين وصل الرقي الله. الإنسان القرآني اللي حط القرآن في هذه الآية. الشغلة الثانية، لما جدنا نطلع في السيرة النبوية وشفنا القصص اللي ذاكرة في غزوة بدر، ومن قبلها بشوية كان سرية نخلة اللي كانت قبلها، والسبعين هدول الأسرى اللي تم أسرهم، وكيف النبي أوصى بهم خيرا، وكيف صار كل صحابي بده يعمل زي ما أوصى فيهم. من ضمن الصحابة هدول كان في النبي أهدى واحد، يعني واحد اسمه أبو الهيثم، قال له هذا الأسير عندك اعمل فيه يعني شوف انت شو بدك تطبق وصيتي. فهو فكر كيف بده يعامله هذا الاسير اللي عنده، اخذه فكر كيف بده يعامله، فقال له اوصاني رسول الله بك خيرا. هذا اول شغله قال له فانت حر، هذا اول شغله استنبطها من عقله انه اطلق سراح الاسير. والشغله الثانيه في روايه ثانيه للحديث السعاني، يمكن تخلينا يعني نحمد الله على نعمه المنهج الرباني القراني. كتب له سهم من ماله. الله. شو يعني انت طلعت صراحة وكمان كتبت له سهم من مالك، يعني طلعته ايش؟ الاخلاق ممتاز، يعني طلعته ربحان مش خسران. نعم. ايضا ابو عزيز اللي هو اخوه لمصعب بن عمير برضه نفس الإشي، هو كان اصلا من قادة الكفر. نعم. واسلم طبعا بعد ذلك، كان هو يحمل الرايه، ولما كان عند المسلمين يعني اثروا الخبز له، كان في عندهم خبز وتمر، ما يقبلوا يعطوه تمر، التمر يمكن يكون مسوس، يمكن يكون عطب، يمكن خرب مع الوقت، أجود ما عندهم الخبز، أجود ما عندهم. فكان يقول هو كلما وقع في يد أحدهم كسرة خبز نفحني بها. الله. كل ما يلاقي واحد معه خبز، وكانوا يؤثروني عليه أنفسهم بالغداء والعشاء، يعني في الغداء والعشاء يعطوه الحتة المهمة. هذا الكلام بدل على أنه إحنا عمالنا أمام منهج رباني، أمام سيرة نبوية، والله لازم تدرس. عظيم. والله لازم تدرس. عظيم. وطبعا احنا لو بدنا نتكلم عن احكام الاسرى والاحكام اصلا القتل ايضا. نعم. وفي احكام وكتب الفت فيها، بس احنا جينا نحكي هون لطائف دين ايمانيه. صحيح. هيك يعني تشعر الانسان. صحيح. انه هو يبقى فخور. صحيح. في هذا الدين. صحيح.
فيعني احنا ما زلنا ام يوسف بين الأسرة والمصر. يعني حقيقه احنا الاخوه المشاهدين ربطنا مساله يعني كما تفضلت اختي بشائر الأسرة مع المصرة لنبين ان اهميه الأسرة كذلك كاهميه المصرة المسجد الاقصى المبارك عندنا غايه في الدين والاسلام والوطن. حاب ام يوسف قبل ان اتكلم حقيقه واكمل عن مصرى رسول الله حاب اسمع شيء عن المسجد الاقصى من جميل كلام الشيخ معتز. والله لن أنسى مسجدنا الأقصى وقبة الصخرة تبكي من الحسرة تقول يا رباه يا واهب الحياة بعونك اللهم اكتب لنا النصر تقول يا رباه يا واهب الحياة بعونك اللهم اكتب لنا النصر. طيب الله الأنفاس. أخت بشائر النبي صلى الله عليه وسلم عندما عرج به في ليلة الإسراء والمعراج تفضلنا أنه كان هنالك أزمة يعيشها النبي صلى الله عليه وسلم مضايقات اضطراد وكان مطارد النبي صلى الله عليه وسلم يفر من المدينة إلى مكة. تعرفي رحلة الإسراء والمعراج أصلا كانت يعني من باب الذكر كانت في السنة 12 للبعث يعني قبل هجرته في سنة في عز ذروة الأزمة. لكن الشاهد أنه مش بس نسرد قصة وأنه مكانة المسجد الأقصى ومكانة الأسرة لا إيش الدواء إيش الخروج كيف نعمل حتى أنه إحنا نصل إلى مبتغانا إلى النصر التحرير إلى فك قيد الأسرة. هنالك النبي صلى الله عليه وسلم يعقد مؤتمر في ذروة هذه المحن التي تحصل. المؤتمر يا شيخ معتز مكان وين؟ في السماء السابعة. رجالات المؤتمر أبو الأنبياء إبراهيم ومحمد صلى الله عليه وسلم. قاعة المؤتمر البيت المعمور. تمام؟ مختصر الحديث يعرج النبي صلى الله عليه وسلم مع جبريل حتى إذا وصل السماء السابعة يستفتح باب السماء فتقول من؟ يقول جبريل يقول من معك؟ قال محمد. يؤذن لهم فأول ما يدخلون إلى السماء السابعة وإذا برجل في الحديث قال متكئ متوسد إلى البيت المعمور فيقول جبريل يا محمد لأنهم يدخلوا على المؤتمر يا محمد هذا أبوك رد عليه السلام. فيرد النبي صلى الله عليه وسلم على أبينا إبراهيم عليه السلام فيقول إبراهيم مرحبا بالابن الصالح والنبي الصالح. مختصر الحديث يبدأ المؤتمر يا أم يوسف النبي صلى الله عليه وسلم يقول إبراهيم يا محمد اقترب يا محمد. أول شيء شوف أنت كلمات المؤتمر دقيقتين الحل حتى يرجع لنا ويعطينا الحل. قال يا محمد أول شيء أقرئ أمتك مني السلام عليه وعلى نبينا أفضل الصلاة وتم التسليم. ثانيا يا محمد أبلغ أمتك أن الجنة قيعان أرض واسعة كبيرة جدا وأن غراسها سبحان الله والحمد لله لا إله إلا الله والله أكبر. انتهى المؤتمر إيش بيقول العلماء الشيخ معتز؟ قلوا طيب النبي صلى الله عليه وسلم طالع من أزمة سياسية اقتصادية مضطهد مطارد لا دولي ولا وطن ممنوع يكون عبادات ولا شعائره. آخر شيء النبي إبراهيم يعطيه في المؤتمر كلمات. الشاهد في الموضوع والموطن يا أم يوسف كأنه إبراهيم بيقول له يا محمد أسرح ترجع أنت وبعرف الحياة اللي أنت عايشها وبعرف إنه الأمور ومكة والكعبة والمصرة كلها تحت الاحتلال ولكن الحل يا محمد مش من فراغ. أنا لما قلت لك قول لا إله إلا الله الله أكبر الشاهد في الموضوع إنه لن يكون هناك يا أم يوسف النصر والعز والتمكين إلا إذا رجعنا إلى الله رب العالمين. هذه رسالة إبراهيم عليه السلام. فلذلك إحنا رسالتنا للأخوة المشاهدين إنه ضروري جدا أن نسرع في المسير نحو المسجد الأقصى المبارك بالرجوع والإسراع إلى الله سبحانه وتعالى. كمان حديث الرسول اللي بنضل إحنا في كل مناسبة نكرره وأمره للصحابة والمسلمين أيضا من بعدهم إنهم يقولهم إنه أطعموا الطعام وفكوا العاني. يا سلام. يعني شوف أنت على اللفظ اللي هو الأسير لأنه هو الأسير أصلا بعاني. صحيح. هو بيكون في مكان بعاني ولكن إحنا كلنا مؤمنين بعقيدة ثابتة إنه المحن في طياتها دائما المنح والشدة الله. هي شدة إلى الله. صح. وأكيد رب العالمين لن يترك يعني هؤلاء الأسرى ولن يترك ذوي أهاليهم إلا لما نزل عليهم الصبر عشان أنت بتشوف أهالي أسرى كثر قصص لهم يعني لا تنتهي من الصبر والانتظار والخلف اللي بيجي معانا كبيرة لكن في صبر في أمل في وجوه نيرة في إيمان ابتلاء
ابتلاء كبير، وربنا وعد الانسان المبتلى انه يعطيه في كل ذره يعني هم بيشعروا فيها. بتخيل انا من الاشتياق او من البعد او من الفقد، في لهم حسنات وفي لهم رب العالمين يعني اكبر لهم هذا العمل، يمكن يكون هذا العمل اللي بدي ادخل فيه يوم القيامه. الشاهد في هذا موضوع الاسرى انه العلماء يعني استنبطوا كذا شغله من موضوع حكم الاسرى في الاسلام. اول شغله هو انه الاسير هذا اللي انا بكرمه هو كان قبل دقائق عدوي، وهون الاسلام لما ينزل يؤدب. شوف سبحان الله، انك انت هلا تعال يا جندي يا مسلم، انت بدك تعامله معامله ايمانيه ثانيه غير انه عدوك لانه صار اسير عندك. اثنين، في الوقت نفسه هذا كانت دول العالم، اثنين هجري، كانت دول العالم كيف تعامل اللي هم يدعون الحضاره، كيف كانوا يعاملوا الاسرى. الدوله الرومانيه ناخذ، يجمعوا شيخ معتز الاغنياء والناس اللي لهم مكانه يعني عاليه في المجتمع في استاد كبير، ويجيبوا الاسير ويجيبوا اسد او نمر ويعملوا دهاليز في قلب الاستاد هذا، ويقعدوا هذول الجماعه يتفرجوا على هذا الاسير لما يلتقطه الحيوان المفترس ويعني ويهتكوا وياكلوا امامهم، ويجعلوا يعني انت شوف الرومانسيه في الموضوع وين تكمن، يجعلوا مصرف خاص للدم عشان ما يتأذوا هم بريحة هذا الدم، ويجعلوا كمان مصرف فيه حشوب الورد والمسك والرياحين عشان تطلع ريحة يشموها زيك. شوف انت الرومانسية تبعتهم وين تكمن في يعني في قلب الدماء. فهذا نموذج من نموذج الدول الرومانية اللي كانت في هذا الوقت. الهنود كانوا يعتبروا الأسرى لا قيمة لهم ولا أي حق لهم، يعني هم منطقة في المجتمع لا تسوى شيء عندهم، كانوا يعني كان لها أسم خاص عندهم، وكانوا يسموها الطبقة الرابعة. هاي الطبقة الرابعة في المجتمع اللي الطبقة اللي ما إلهاش. الإسلام لوحده هو برغم من سوء الحالة الاقتصادية وبرغم من الوضع اللي بيعيشوه إلا إنهم أمروا بإكرام هؤلاء الأسرى. فهذا إن دل على شيء شيخ حمد شيخ معتز، دل على 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 عظمة، على عظمة ديننا، على أخلاق ديننا حقيقة. يعني ما زلنا مع الأسرى ومع المصرى أم يوسف. حقيقة حاب هيك مرة أخرى أسمع من سيدي الشيخ معتز كلام هيك جميل في حق مصرى رسولنا صلى الله عليه وسلم. قلت يا أقصى سلاما، قال هل عاد صلاح؟ قلت لا إني حبيب أرتجي منك السماح. قال والدمع يفيض، هدني طعن الرماح، هدني ظلم اليهود والثرى أضحى مباح. قلت يا أقصى سلاما، قال هل عاد صلاح؟ قلت لا إني حبيب أرتجي منك السماح. الله، طيب الله الأنفاس. يعني أخت أم يوسف في هذه يعني حقيقة الدقائق المعدودة في شهر الله الفضيل، في هذه الأيام الأخيرة من شهر الله الفضيل الكريم، ما بالك أم يوسف في الأم الآن لابنها في الأسر؟ عمالي بدي أحكي لك شيخ حمد عن هذا الموضوع. بدي أقول لك إنه إحنا الشعب الفلسطيني كتير معاناتنا يعني من كذا جانب. صحيح. عن جد أحيانا يعني الإنسان بيكون بده يبكي على هذا الوضع، بس بعود يتذكر الوعود الربانية. أيوة الله. بعود يسند نفسه زي ما بحكي. يعني عمالي كنت أحكي لك يعني الأم اللي قاعدة هلأ بتفطر والزوجة اللي فاقدة ابنها بالضبط، يعني هذه مشاعر. أم الشهيد كذلك كتير نفس الشيء. فإلا رب العالمين ينزل عليهم الصبر ويثبتهم والأجر. أكيد والأجر، يعني هي تكون فخورة. اي والله يعني تكون فخوره بذاتك، يعني تكون فخوره. صحيح. انا والله يعني حاب في هذه الدقائق امام الاخوه الذين يشاهدون ان نؤمن، فنسال الله سبحانه وتعالى ان يكون ان شاء الله رمضان القادم شيخ معتز جميع الاسرى مع ذويهم مع اهاليهم مع ابنائهم، فنكحل مقلتينا بالنظر اليهم. وحقيقه مره اخرى حاب ام يوسف ان تكون الخاتمه بكلام الله سبحانه وتعالى الذي عزز مكانه الاسرى والمصرى، مصر حبيبنا محمد صلى الله عليه وسلم، وجعله وقدس وبارك في هذه الأرض. سبحان الذي أسرى بعبده ليلا. شيخ معتز. بسم الله الرحمن الرحيم.
سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا إنه هو السميع البصير. صدق الله العظيم. شيخ حامد، طيب الشعار الرائع اللي استعملته السيدة خديجة لما أجاها الرسول خائف متوجس من موضوع الوحي، فقالت له كلمة يمكن هي في ترتيب كلماتها قليلة ولكنها كبيرة في المعاني، وهي اللي بدنا نوجه إن شاء الله اليوم رسالتنا فيها لكل أم شهيد أو أم أسير، وما في بيت فلسطيني إلا غير عنده يا شهيد يا أسير يا هذا النوع، هو إنه والله لن يخزيك الله أبدا، والله لن يخزيكم الله أبدا، ولن يضيعكم الله أبدا. يعني كل ذرة حزن أو كل ذرة أو كل دمعة تنزل أو كل فقد أو كل امتعاض من الداخل نؤجر عليه بإذن الله أجر حسنات نباهي بها الملائكة يوم القيامة، يعني بالضبط مثل المريض اللي يوم القيامة بتتمنى أنها تتقطع صحيح. الناس تقرض أجسامهم من شدة ما له من أجر، وهذا صحيح. كمان هو أصلا الشيء يعني كم سبب بعد أمراض، كم سبب ارتفاع في ضغط لأمهات كبار بالسن صحيح. كم سبب مثلا يعني ضعف في العيون من كثرة البكاء صحيح. كل هذا لن يضيع عند الله سبحانه أبداً. وتعالى الله لن يضيع عنده شيء صحيح. يعني هذا الشيء بواسينا بثبتنا بخلينا إحنا نعرف إنه إحنا داخلين فعلا في عبادة عبادة صحيح. انتظار الفرج ويا لها من عبادة صحيح. كبيرة. يعني حقيقة موضوع أم يوسف لامس القلوب والأفئدة قبل الآذان، وخاصة مع الأخوة الذين يشاهدون. يعني في نهاية هذه الحلقة لا يسعنا إلا أن نقول اللهم إنا نستودعك أسرانا ومسرانا مسر حبيبنا محمد صلى الله عليه وسلم، وأن يكون إن شاء الله في عام القابل بيننا وبين أهليهم وذويهم، ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يعجل بالفرج القريب. نستمع وإياكم إلى آيات كريمة من سيدنا الشيخ نور أبو داود، فليتفضل مشكورا. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا إنه هو السميع البصير. وآتينا موسى الكتاب وجعلناه هدى لبني إسرائيل ألا تتخذوا من دوني وكيلا. ذرية من حملنا مع نوح إنه كان عبدا شكورا. وقضينا إلى بني إسرائيل في الكتاب لتفسدن في الأرض مرتين ولتعلن علوا كبيرا. فإذا جاء وعد أولاهما بعثنا عليكم عبادا لنا أولي بأس شديد فجاسوا خلال الديار وكان وعدا مفعولا. ثم رددنا لكم الكرة عليهم وأمددناكم بأموال وبنين وجعلناكم أكثر نفيرا. إن أحسنتم أحسنتم لأنفسكم وإن أسأتم فلها. فإذا جاء وعد الآخرة ليسوء وجوهكم
وليدخلوا المسجد كما دخلوه أول مرة وليتبروا ما علوا تتبيرا عسى ربكم أن يرحمكم وإن عدتم عدنا وجعلنا جهنم للكافرين حصيرا صدق الله العظيم. Thank you.